لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 56. وعنوان حلقتنا النهاردة: الأشعرية هي العقيدة المعتزلية المفبركة. شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي المعتزلة بتنفي عن الله جميع الصفات، زي ما قال الزمخشري إن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي الحاد في أسمائه تعالى. والأزهر يشرح عكس كلام الزمخشري ويقول: والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك، وهذا العلو واجب لله في ذاته وصفاته وأفعاله. ونواصل مع حضراتكم ونشوف مجلة الأزهر بعد ما هذبت أو فبركت عقيدة المعتزلة. العقيدة المعتزلية المفبركة اللي يسموها بالعقيدة الأشعرية دخلت في مواجهة طويلة جدا في معركة أين الله مع غلاة الحنابلة الوهابية. ونقرأ مع بعض في مجلة الأزهر، نشوف مع بعض زي ما شايفين كده قدامكم: والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك. والحقيقة يعني الكلام ده يعني بعضه عكس بعض أو بعضه ضد بعض. فاسم الله الأعلى اسم ذات، وطالما إن الأعلى اسم ذات لله فلازم يكون مدلول الاسم اللي هو صفة إنها تكون صفة ذات، يعني العلو لازم يكون صفة ذاتية لله، لأن اسم الأعلى اسم يدل على ذات الله. والكلام ده هنشوفه في نفس صفحة مجلة الأزهر ونشوف معاه عكسه، يعني الكلام وعكسه نشوف مع بعض مكتوب إيه. والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك، وهذا العلو واجب لله في ذاته وصفاته وأفعاله. يعني بيقولوا إن الأعلى صفة للرب، والمفروض زي ما وضحت لحضراتكم قبل شوية إن الأعلى اسم ذات بيدل على إن الله له صفة العلو الذاتي، لكن نتفاجئ إن مجلة الأزهر بتقول في الجملة اللي بعديها: والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك. يعني العلو ليس علو ذاتي حسي ولكن علو معنوي، يعني بيأوله صفة العلو. وده مش استنتاج أو أنا بقول كلام أو يعني أو أنا بقول معنى كلام مجلة الأزهر، الكلام ده مكتوب حرفيا في نفس الصفحة، وشوفوا معايا مكتوب إيه: ويحسن بنا أن نلفت نظرك إلى أن السياق يدل دلالة واضحة على أن المراد بالعلو علو الاقتدار والعظمة والملك لا علو المكان والجهة، لأن العلو الحسي عبارة عن كونه تعالى في غاية البعد عنا، وهذا لا يناسب استحقاق التسبيح والثناء والتعظيم. أما العلو بمعنى كمال القدرة والتفرد بالتخليق والإبداع فيناسب ذلك. يعني مجلة الأزهر بتقول: انتبه يا مسلم يا أشعري، سبح اسم ربك الأعلى، معناها إن علو الله علو معنوي، يعني مش علو حقيقي، لأن العلو الحقيقي معناه إن الله في مكان. وشوفوا معايا الشيخ جيل صادق وهو بيشرح معنى علو الله من تفسير القرطبي، وإحنا طبعا عارفين إن القرطبي أشعري، ونشوف مع بعض. نقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، معناه سبحان ربي الذي هو أعلى من كل شيء قدرا ومكانة سبحانه وتعالى، وليس المعنى أن الله تبارك وتعالى عالي بالمكان والحيز والجهة. وإليكم ما يقول الإمام القرطبي في تفسيره المسمى تفسير القرطبي. هذا القرطبي توفي سنة 671 للهجرة،
في هذا الكتاب الجزء 18 من طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 1424 هجرية، في الصحيفة 141 يقول: ووصفه تعالى بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود، لأنها صفات الأجسام. وزي ما شفنا الشيخ جيل صادق الأشعري طبعا هو بيقول إن سبحان ربي الأعلى معناها سبحان ربي الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء قدرا ومكانا، وليس المعنى إن الله عالي بالمكان والحيز والجهة. ويبدأ ينقل من تفسير القرطبي ويقول إيه، شوفوا معايا: ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود، لأنها صفة الأجسام. يعني لما تقول إن الله في علو ذاتي حقيقي، فأنت كده بتبقى قليل الأدب مع الله، وهتبقى مجسم مشبه. ونشوف مجلة الأزهر كاتبة إيه كمان، شوفوا معايا: والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. لما تقول إن علو الله علو حقيقي ذاتي، يبقى ربنا في مكان، وإنت كده بتسب الله وبتنسب ليه النقائص، وده كفر. ونشوف الشيخ جيل صادق بيحكم إزاي بكفر من أثبت العلو الذاتي لله في الفيديو اللي جاي، ونشوف مع بعض. ويكفر بإثبات المكان لله تعالى، فإن قال الله في السماء، فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد المكان كفر. هذا ما عليه علماء أهل السنة والجماعة، ثبتنا الله وإياكم على عقيدة الإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم. وزي ما شفتوا الشيخ جيل صادق بيقول إن أي حد بيثبت المكان لله كافر. ونشوف مجلة الأزهر كاتبة إيه، شوفوا معايا على الشاشة: والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. لما تقول إن علو الله علو حقيقي ذاتي، يبقى ربنا في مكان، أنت كده بتسب الله وبتنسب ليه النقائص، وده كفر. وشوفوا معايا كمان الشيخ جيل صادق وهو بيأكد كفر من أثبت العلو الذاتي لله. ويكفر بإثبات المكان لله تعالى، فإن قال الله في السماء، فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد المكان كفر. هذا ما عليه علماء أهل السنة والجماعة، ثبتنا الله وإياكم على عقيدة الإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم. وزي ما شفنا الشيخ جيل صادق بيقول ويكفر من أثبت المكان لله، وأنا هتوقف مع حضراتكم عند الخلاصة اللي قريناها أكتر من مرة وإحنا بننقل من مجلة الأزهر، وشوفوا معايا كاتبة إيه: والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. وتحديدا هنركز مع حضراتكم على كلمة تنزيه اللي جت أكتر من مرة في مجلة الأزهر في سياق الكلام عن صفات الله، فنلاحظ إن الكلمة دي جت مقرونة بنفي النقائص عن الله. شوفوا معايا مكتوب إيه في مجلة الأزهر، نشوف على الشاشة: والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص. وتنزيه ذات الله يعني ننفي عن الله النقائص، يعني اسم الله الأعلى ليه معنى، لو أثبتناه كده إحنا نثبت النقص لله، فلازم ننزه الله عن هذا النقص. شوفوا معايا مكتوب إيه على الشاشة: والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة، لتنزهه عن ذلك. اسم الله الأعلى
يلزم أن يكون الله في العلو. فلو قلنا إن العلو ده علو حقيقي أو حسي أو علو بالمكان والجهة، يبقى إحنا كده بنثبت النقص لله. وشوفوا معايا مكتوب إيه كمان على الشاشة، نشوف مع بعض. ويحسن بنا أن نلفت نظرك إلى أن السياق يدل دلالة واضحة على أن المراد بالعلو علو الاقتدار والعظمة والملك، لا علو المكان والجهة، لأن العلو الحسي عبارة عن كونه تعالى في غاية البعد عنا، وهذا لا يناسب استحقاق التسبيح والثناء والتعظيم. أما العلو بمعنى كمال القدرة والتفرد بالتخليق والإبداع فيناسب ذلك. يبقى صفة العلو لابد أنها تكون في دائرة التنزيه، يعني لازم يكون العلو معنوي، علو اقتدار وعظمة وملك. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. احنا شفنا في حلقة النهاردة مقدمة بسيطة عن ازاي الاشاعرة بعد ما بيهذبوا مذهب المعتزلة على مزاجهم بيبتدوا يدخلوا في مواجهة مع غلاة الحنابلة الوهابية. فاول حاجة شفناها انهم قالوا الاعلى صفة الرب، طيب اسم الله الاعلى اسم ذات، فمدلول الاسم اللي هو صفة تكون صفة ذات، يعني المفروض علو حسي. هو الأعلى اسمه كده وصفة ذاته كده، لكن هما راحوا قالوا لا، المراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة، لتنزهه عن ذلك، وإنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص. واعتبروا إن إثبات العلو الحقيقي أو إثبات علو ذات الله ده من النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. وكمان من أثبت المكان لله ده بيعتبر كافر. وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نكمل مواجهة الأزهر مع ولاة الحنابلة، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر.